يعتدون حب العلم والمعرفة في نفوس أبنائهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم كما توتد حب الوطن في نفوسهم. ها هم الناجحون والناجحات يا سادتي، جاءوا بلمسة الإبداع ولمحة الجمال المتقنة، جاءوا يرفعون شعارهم ملتزمون بالعلم والتميز والإبداع، جاءوا عشاقا للعلم، طلابا للمعرفة، صناعا للحياة النجاة، ها هم عبق النور المتجدد كل صباح. كأني أسمعهم يقولون: نحن الناجحون وردة، نحن فخذ منا شذانا نجمة، نحن فخذ منا لمانا شعلة، نحن فخذ نيرانها وخذ الجمرة واتركنا لخانا، وخذ الروح من أرواحنا والنهر على إيقاع اللحظات العذبة، لحظات سائرت من أجلها العيون. ها هي شمس الغد تشرق الآن، ها هي خطواتهم تتسم على الأرض مرفوعي الرؤوس، حاملين أحلاما وردية في مخيلاتهم وعهدا للوطن بالدفاع والإعمار. أهلا بإطلالة الأمل، حيوا معنا شموس المستقبل رواد الغد، حيوا معنا سنابل القمح المثمرة بثمر النجاح. تقدموا تقدموا فأنتم روح الأمة، تقدموا بعلمكم وصبركم لتنير هذا الأمل في نفوسنا يوما بعد يوم. تقدموا لتكتحل عيوننا برؤيتكم، ها نحن نلتقي اليوم ونفرح وتشرق الوجوه في سما هذا الصرف. هنا عطش من نوع آخر واحتياج للارتواء، تقدموا وانزلوا رحيق فرحكم في كل مكان. تقدموا أيها الساهرون أفلاكا في عيون الوطن، فلا ينطفي المجد من لم يرتمي القطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وفرا. انظروا إلى فرسان وفارسات الكلية الجامعية للعلوم التربوية، وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، انظروا إليهم وهم كحبل من نور لا تنفصم وراه، انظروا إلى هذه السلسلة الزمردية المتلألئة بالعلم والمعرفة، انظروا إليهم وهم كاليد الواحدة التي لا يستطيع مخرج الفشل اختراقها، لأنهم لا يعرفون الخجل، لأنهم لا يعرفون الفشل، وليس في قواميسهم سوى النجاح، ولا تردد ألسنتهم إلا آيات العبقرية والإبداع. هم للمعلم وفه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. إن الشجاعة في القلوب كثيرة، ووجدت شجعان العقول قليلا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وإذا النساء نشأن في أميات رضع الرجال جهالة وخمولا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. قل للشباب اليوم بورك غسكم، دنت القطوف وذلت تذليلا، تكلوا إلى الله النجاح وثابروا، فالله خير كافلا ووكيلا. أيوا معنا أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية الجامعية للعلوم التربوية تحية إجلال وتقدير، فالأمة التي لا تكرم مبدعيها ومفكريها لا تستحق الحياة،
حيوا معنا هؤلاء البناة دون كلل، صانعين المستقبل الواعد لأبناء فلسطين الحبيبة دون ملل. حيوا معنا ورثة الأبياء العلماء في زمن أسمى ما فيه العلماء. حيوا معنا هؤلاء الأساتذة الأوفياء الأجلاء. حيوا معنا مربي الأجيال ومهندسي العقول ومارسي القيم والأخلاق. ها هم المعطاؤون وحاملو الأمانة رغم عجز الجبال عن حملها. حيوا معنا من ضربوا من خلال وفائهم وتضحيتهم وإخلاصهم وتفانيهم أروع الأمثلة. فسهلا وطأتم وأهلا حللتم. وإرادة تنحني لها الإرادة وعزيمة تقف أمامها العزيمة. أهلا بصناع النصر والظفر، ورغم محاولات العدو اجتثاث معنوياتكم وصلب إرادتكم يا أصحاب الهمم العالية والعزائم الفولادية. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أهلا أهلا بمن يقودون هذا الركب نحو التطور والرقي والتقدم. أهلا بمن يعاول عليهم تغيير الواقع نحو الازدهار العلمي والأكاديمي والحضاري في هذا الصرح العلمي الشامخ. فلنحيي جميعاً عميد الكلية الجامعية للعلوم التربوية ونائبه وضيوفهم الكرام. أهلاً بكم جميعاً إدارة وهيئة تدريسية وطلبة وطالبات وضيوفنا كارم، وأهلا كرام. Thank you.
فلسطين عين على البحر، بطاقة الفرح وبوابة الذكرى، امتداد الزعتر والبنفسج والكروم، أغنية الساهرين مع فضية القمر. هذه فلسطين حكاية سكر الأرض في شكل العنب، لوحة من التفاصيل المعتقة على جدار القلب. فلسطين أول القصيدة وأول الكلمات التي تشرب من آيات السماء. فلسطين زغرودة الأمل وأولى أنغامها، أضواء قلادتها وضحكتها وانثناءات حروفها بداية الترحيب. مدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية فيليبا سانشيز المحترم. مدير برنامج التربية الإقليمي في الضفة الغربية الدكتور مهند بيدس المحترم. عميد الكلية الجامعية للعلوم التربوية الدكتور محمد عمران المحترم. نائب عميد الكلية الجامعية للعلوم التربوية الدكتور ناصر السعفين المحترم. أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية الجامعية للعلوم التربوية المحترمون الخريجون الأفاضل، الأهل الكرام، الحضور الكريم. في ربوع هذا الصرح العلمي الشامخ، الكلية الجامعية للعلوم التربوية نلتقي اليوم لتخريج الفوج 18 من حملة درجة البكالوريوس بعد رحلة من الدراسة والجد والاجتهاد والمثابرة استمرت سنوات أربع. خضعوا بابها إخواننا وأخواتنا وأبناؤنا وبناتنا الخريجون بكل صبر وتفان وإخلاص. أيها الحفل الكريم، إن هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يضمنا جميعاً في هذه اللحظات لهو صرح أكاديمي رائد منذ عشرات السنين، يعترف بمكانته العلمية والأكاديمية القاسي قبل الداني، وهو لعمر منارة إشعاع علمي وحضاري منذ تأسيسه، وهو كان وما زال ذو رفعة وسندد. أيها الحفل الكريم، إننا نلتقي اليوم لنبارك للخريجين ولأهاليهم وذويهم تخرج هذه الكوكبة اللامعة من طلاب الكلية، سائلين الله عز وجل أن يعينهم على حمل رسالة هذه الكلية إلى المجتمع، وأن يكون عطاؤهم لوطنهم قدر ما أعطوا، وأن يهبوا على قدر ما وهبوا، والله على كل شيء قدير. يا قارئ القرآن رتل سورة جزاك رب الكون خير جزائي، جود قراءتك الذين تراهم خشعت قلوب ترتقي لسمائي، اقرأ فآي الذكر فيها راحة، طابت جنان الخلد للقراء. نحتضن دفء الكلام بأنفاس إيمانية وتلاوة عطرة يتلوها على مسامعنا الطالب بلال يعقوب الحسن تخصص رياضيات سنة ثالثة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين،
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يطغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. طيب الله أنفاسك. عندما نصوغ عبارات الثناء المستحقة حتما سنربطها بالعطاء، فكيف إذا كان صاحب ذلك العطاء قد غمرنا بكرمه؟ كيف إذا منحنا جل عطائه؟ كيف إذا آثر على نفسه وأهدانا صفوة مجده بفنه وتفانيه؟ كيف نرد له الجميل بالأجمل؟ وكيف نقابل حسنه بالأحسن؟ ربما نحتار وتعجز كلماتنا وقد يخوننا التعبير. حقا لا أتمكن من اختصاره في سطور قليلة، لأن هذا شبيها بأن يطلب مني اختصار الصحراء العربية لحفلة رامو. نترككم مع كلمة السيد عميد الكلية الجامعية للعلوم التربوية الدكتور محمد عمران المحترم، فليتفضل إلى المنصة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد فيليبي سانشيز المحترم مدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية، أهلا وسهلا بك. ويلكم. الدكتور مهند بيدس المحترم رئيس برنامج التربية الإقليمي في الضفة الغربية. السادة ممثلي المؤسسات الرسمية المحترمين، الأخ الدكتور شاكر رشق رئيس اتحاد العاملين في الضفة الغربية المحترم. السادة أعضاء الهيئة التدريسية المحترمين، السادة أعضاء الهيئة الإدارية المحترمين، السادة كافة العاملين في الكلية المحترمين، أبناء الطلبة الخريجين، أهالي الطلبة الخريجين المحترمين، الحضور الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أزف لكم اليوم تخرج الفوج 18 من خريجي الكلية الجامعية للعلوم التربوية، وأهنئكم أنكم تخرجتم من هذه الكلية الجامعية، هذه المؤسسة العريقة التي تمتلك شرف صدارة المؤسسات، مؤسسات إعداد المعلمين وتأهيلهم منذ أكثر من نصف قرن. ذلك ليس على مستوى فلسطين فحسب، بل وعلى مستوى العالم العربي، صارت خلالها بثبات وتأودة لتصل إلى المحطة التي هي فيها الآن. والكليات الجامعية هذه مرت بمنارات تحول مشهودة من دار للمعلمين وكلية مجتمع رام الله إلى كلية العلوم التربوية، وأخيراً أصبحت الكلية الجامعية للعلوم التربوية. هذا المرور الآمن والمتميز في تأهيل المعلمين وتدريبهم على مدى نصف قرن من الزمان تقريباً اتسم بصعود عال على شكل مهارات سامية وكفايات متميزة.
ومعلومات فريدة من نوعها. كل هذا أدى إلى تشريك واع مع المؤسسات التربوية والجامعات المحلية حتى أصبحت الكلية منارة علم حقيقية والأولى في فلسطين في تأهيل المعلمين وتدريبهم. أعز الله هذه الكلية بتكريمها لأبناء اللاجئين. الحفل الكريم. لقد كان العام المنصرم عاما متميزا ومختلفا عن غيره، حيث أتشرف بالإعلان أمامكم أننا قد أحرزنا ما حلمنا به من تطورات على الصعد البنيوية والبشرية. فقد كان عاما تطويريا بامتياز، حيث نجحت الكلية بسواعد وعقول جميع العاملين في تطوير منظومتيها الأكاديمية والإدارية. ولعل من أهم ما أنجزناه أولاً شبكة مختبرات التربية الغربية Video Conference Labs Networks في عدد من المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية. ثانياً إنجاز مكتبة الأفلام التعليمية، حيث تم إنتاج 30 فيلماً تعليمياً من إنتاج طلبة الكلية. ثالثاً اعتماد بيئة التعلم الإلكتروني Live Lab Environment ليس في الكلية فحسب، بل تم ربط عدد من المدارس التدريبية ضمن تلك البيئة، وتتجه الخطط لربط عدد آخر من مدارسنا التدريبية خلال هذا العام. رابعاً شبكة الألواح الذكية في الكلية Smart Board Networks. خامساً وحدة التعلم الإلكتروني E-Learning Unit. سادساً مختبر اللغة Language Lab. سابعاً مختبر التربية Educational Lab. ثامناً صفحة الكلية الإلكترونية College Website، حيث تم تطويرها وتحديثها وتوسيع نطاق الروابط الفرعية ذات العلاقة بالعملية الإدارية والأكاديمية، مثل قناة الأروة الفضائية وبيئة التعلم الإلكترونية وبرنامج الإدارة الإلكترونية. تاسعة البحث العلمي، فقد تم إنجاز أكثر من 80 بحث، بالمئة من خطة البحث العلمي التي أقرت عام 2011، حيث أنجز أكثر من 20 بحثاً بالإضافة إلى 3 مؤلفات علمية في التاريخ واللغة العربية. كما تم الانتهاء من تأليف ورش دليل التربية العملية وكراس المشاهدة والكتاب المرجعي في التربية العملية. عاشرة وحدة التواصل النقي Video Conference Unit. 11 تحديث مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية. 12 الإدارة الإلكترونية Team Space E-Management System، حيث تم الانتهاء من تشغيل نظام الإدارة الإلكترونية E-Management System على شبكة الكلية لبدء العمل به كوسيط أساسي لجميع العمليات الإدارية والأرشفة والتواصل. إنني في هذا المقام أشكر الأخ الدكتور مهند بيلس رئيس برنامج التربية الإقليمي في الضفة الغربية على دعمه المتواصل للكلية، ولولا هذا الدعم ما تحققت الإنجازات المذكورة. ومن المعلوم أصلا أن الأمة بقادتها، ولولا أو بقادتها أولا، والقيادة علم وفن وقيم وآداب، فنعم المنظومة وأصحابها. الحفل الكريم. إنني أقف بين أيديكم في هذا اليوم المبارك لأزف لكم جميل مشاعري وعرفان عواطفي على ما بذلتموه آباء وأمهات في سبيل تعليم أبنائكم وتحملكم المصاعب والمشاق من أجل هذه الرسالة المقدسة. وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أنحني لعمق معاناتكم وجميل صبركم، لأن الأب الفلسطيني والأم الفلسطينية علمهما الألم كيف يكونا صابرين، وعلمهما الصبر كيف يكونا عابدين، وعلمتهما العبودية لله كيف يكونا شاكرين. فهنيئا لكم آباء وأمهات على ما بذلتموه من جهد لتعزيز صبر قائم على الشكر. الحفل الكريم. لعله من نقل القول أو من نافر القول التأكيد على أن نجاح العملية التربوية هو نتاج عمل تتضافر فيه الجهود، ليس بين الفاعلين المهمين فحسب، بل والمجتمع بكامل مؤسساته وهيئاته، لأن المنظومة التربوية هي نقطة التقاء جميع الفئات باهتماماتها ورؤاها، كونها تمثل ريشة الفنان الذي يرسم صورة مستقبل الأمة،
تحد ألوان الحياة التي سيعيشها جيل الغد. هنا نقول أن الفنان موضوع حديثنا هو المعلم الذي هو أنت وأنت، فأنتم الذين ستصنعون التكوين الاجتماعي الثقافي، فبقدر نجاحكم في تيسير تمثله والتواؤم معه تكونون قد ساهمتم في تحقيق تطلعات وأحلام الأمة، لأنكم محور عملية بناء الأخلاقي والقيمي والفكري والتربوي فسلامة الأمة من سلامة معلميها. إنني أقدر الجهود المباركة لكل من قام على إنجاح وتنظيم هذا الحفل، وأثمن عاليا الجهود منقطعة النظير لعمال الكلية الذين واصلوا العمل ليل نهار لتهيئة هذا المكان ليليق بكم ويبهى بالخريجين وذويهم، كما أثمن جهود لجنة التخريج التي تابعت تحضيرات هذا الحفل ليكون بالصورة التي تليق بهذا الحدث الأغر. فالشكر موصول لكم جميعا على ما بذلتموه من جهود فريدة من نوعها تعكس قيام هذه المؤسسة، وأخص بالذكر دكتور ناصر سعافين نائب عميد الكلية والسيد عدنان أبو شمع المدير الإداري وأحبائي العمال الكرام أزادهم الله إكراما، والذي يتعثر علي عدهم عدا ولكن نورهم يسعى في قلبي ويمده مدا. لا قريب ما خلصت يعني مش هطول عليكم. كما ولا يسمى